يعني تم انشاء المعمل هذا كامل يعني هو حلب مبادرة الشباب كانش يعملوا معمل في الاحتراق الداخلي. كانت فكرة بسيطة انه كيف يحول المحركات هذه كامل كيف يستخدمها في أمور واقعة. أخص حاجة تلقاها في السوق هي المحرك يعني، بس كيف تستفيد من هذا المحرك؟ قد أستطيع أن يعني أحوله إلى محراب يعني تطبيق في الزراعة، قد أحوله أنه يولد هذا بنفسه، هذا أقدر أخليه يشغل لي البيت كامل. بكم حسب تشتري أنت محرك يعني؟ تخيل مولد يعني بكم عاد تشتري؟ مبلغ كبير جدا. المحرك هذا عاد تشتري ب 100,000، بس كيف تحول هذا المحرك الى ايش؟ مولد كهرباء. كيف تحول الى اله زراعيه؟ كيف تحول كل هذه التكنولوجيا هي تاتي من ايش؟ من الدارات الكهربائيه التي تشوفها الان. انت استطعت الشباب هذا استطاعوا الان انهم يخلقوا ايش؟ يعني يحولوا لك الانجن هذا الى تطبيق عملي، تطبيق عملي سواء زراعي سواء ميكانيكي سواء حتى حربي. هذا كله الاصل منه محرك تعليمي. المحرك التعليمي هذا يتعرفوا جميع الشباب على ايش؟ جميع الحساسات اللي موجوده في الواجهه. كيف يتعامل الكمبيوتر اللي امامكم هذا؟ الكمبيوتر كيف يتعامل مع الاوامر الداخليه وكيف يفهمها؟ كيف اعرف في الفحوصات ان المحرك هذا اداؤه صح ولا اداؤه غلط؟ كل هذه تاتي من ايش؟ من البيانات البارامترات هذه. مش مجرد ما هوش مجرد فقط اللي بيفحص الفحص العادي هذا ما هي مشكلتهم انه يعرف حاجه اسمها كود فقط. يطلع له كود مثلا 180 معنى ذلك انه في دعسه البترول اللي يسموها ثروتل فيها مشكله. بس ما كيف يعرف ان هل فعلا في مشكله ولا شيء؟ بالارقام زي اللي هو زي الطبيب يعني. قد انت تحصل واحد مختبري يطلع له تحليل الدم هذا مش فاهم ما في الورقه. اهم شيء انه انت جاء ويقول لك سدبر نفسك يعني، بس تحصل واحد مختبري فاهم ما يعمل يقول لك عندك كذا عندك كذا من الارقام اللي حصلت. فهذا الكود اللي تطلع ما هيش الاصل، الاصل هي الارقام. اذا فهمت الارقام فهمت البيانات. من ضمنها مثلا ادي لكم مثال، مثلا اقدر انا احدد هذا المحرك هذا مثلا في الوقود، اعرف ان المحرك هذا بيصرف كتب زياده او يحتاج الى في حاجه معلومه هنا طلعناها الذي هي ايش؟ شوف هنا ادي لكم مثال بسيط معاكم هنا الشورت فيول تريم واللونج فيول تريم، هذا البيانين مثلا شورت فيول تريم شغله عادي. هذا البيانات شوف معي البيانتين، هذا المؤشر عليها الذي هي اسمها شورت فيول تريم ولونج فيول تريم، هذا اللي بتعدل لي نسبة. إذا كانت القيمة هذه بالسالب مع ذلك إذا الوجود زائد يعني يسموه ريتش. ريتش يعني الزيادة في الوجود وقلة في الهواء. كيف لا أعالج هذا المشكلة يعني؟ أنا أي هذا ما يطلع لي كود، متى يطلع لي كود؟ إذا وصلت التصرفية إلى 50% يعني في كل دبة نصف دبة بتروح هباء منذورة على ما يقول. ما كيف نعرف الأرقام؟ إذا طلعت معي القيمة هذه بالسالب يعني نورج سالب يعني زيادة بترول. ما هي الآن أبدأ أعمل أيش؟ بروبل شوتين أبدأ أحلل المشكلة. خلاص خلي أعمل بروبل شوتين. ما بروبل شوتين؟ أحلل المشكلة. كيف أحلل؟ ما حد يقدر يحلل المشكلة إلا وفاهم المنظومة. ما معنى ان الوقود ريتش؟ معنى ذلك انه معنا مثلث الاحتراق ماذا يساوي؟ هواء ووقود مع ايش؟ مع مصدر اشتعال. اما قد يكون الهواء يعني قد يكون معنا ريتش ان مصدر الاشعال ضعيف يعني البلاك هات يسموه هذا الشيء. هذا هو مصدر الاشعال. معي الكويل هذا، الكويل هذا هو بدي له 12 فولت ويحوله الى كم؟ الى 40,000 فولت. هذا يحول لي من 12 فولت الى 40,000 فولت. اذا في مشكله في هذا الكويل ما يعمل لي؟ هتكون يضعف لي من الشراره. الشراره اذا ضعفت يعني الوقود ما يحترقش احتراق تام. ما هو اللي يضعف لي الشراره؟ اما ان يكون الكويل ضعيف يعني بيحول لي من مثلا من 12 فولت الى 20 بدل من 40، او قد يكون معي البلاك اما نوعيه ضغط او بدل منتهي. اذا حيعمل لي ريتش هذه واحده. اذا ابدا انا اول فحصي انه اي الكويلات مع البلاكات. افرض ان انا فحصت طلع معي الكويلات والبلاكات سليمات، اذا معي مصدر اخر انه خلى لي الوقود هذا غني. ما هو؟ الباك بريشر. تخيل ان انا معانا شوف
هذه منظومة العاجبة، منظومة العاجبة اللي أمامكم في حاجة يسموها باب المشاكل. قيل إن لا الشكمان يسموه مسدود، يعني العامية يقولوا الشكمان يعني مسدود، ما يعمل لي باك بشر، يخلي الغازات داخل المحرك، ما يخرج الغازات، ما تخرج من المحرك. ما معنى هذا؟ معنى هذا انه في ضغط، في ضغط وقود وما فيش هواء يدخل، لانه الغازات محتبسه داخل غرف الاكراد، والبخاخ هذا يدخل، ما يعمل لي هنا لو ما يخرج. طبعا من اللي بدي القراءه حق الريتش واللي الحساس اللي يسموه اكسجين سنسر، هذا اللي بدي القراءات. السنسر هذا مهم جدا، هو بيجي طبعا يجي اثنين، واحد يجي يسموه امامي واحد خلفي، وعاد ما بينهم حاجه اسمها الكاتاليس. الكاتاليس الذي هو ايش؟ الذي يسموه فلتر البيئه، يجي في ماده البلاتين عباره عن كربون، يجي في ماده البلاتين، البلاتين هذه تمتص اول اكسجين الكربون واول اكسيد النيتروجين، هذه مواد سميه اذا خرجت للهواء يستنشق اي شخص هذه تكون سرطان، هم فعلوا هذا الماده اللي يسموها الكاتاليس. طبعا كان الاول، طبعا كان معنا الاول كان حاجه واحده بس الذي حسس واحد اللي هو خلف، كان يحدث مغالطات خاصه في الدول مثل اوروبا وامريكا عندهم يعني الستاندرد عالي، كان يحدث مغالطات، يجوا يعملوا ريموف يبعدوا هذا الماده يشرقوها يعني او يبعدوها، يقول لك هذا بيسبب لي حي، تمام، عندما يبعدها عمله حسس بعده بحيث انه يعرف انك شلت الماده هذا، يعملوا برنامج داخل الكمبيوتر انه ايش؟ اذا شال الكاتاليست هذا انا اخلوا يعني في البرنامج نفسه، اذا شال اذا عرف طلع لك الكود انه شال ما يعمل له يزيد يصير فيه 10%، في جلس معك المحرك هذا يصير 10%، ما هو السبب؟ يجبرك انك تصير صغير، يعني حجي تحسبها كم يعني كم الخساره اللي في الوقود وتصير تصلح غصبا عنك. هذا ما هو اللي بيعمل هذا؟ هذا ستاندرد في البرمجيات. طبعا النظام الخليجي ما يشوف عندهم هذا، ها هذا في النظام الامريكي لانه وصلنا الحين فهذا اللي قلت لك، هذا حسس اللي يعطينا القراءه، يعطينا انه ريتش ولا لي، تمام. الريتش قلنا خلاص احنا بنبدا نحلل منطقيا، نحلل هل معانا هذا ليش الوجود هنا غني، قلنا معانا البلاكات ما تشتغلش، كويلات ما تشتغلش، صح، يعني نظام الاحراق قد معانا. حاجه ثانيه ان طبعا البمب اللي هو شوف هنا تحت هذا، هذه المفرومة هاي فيها البخاخات، فيه الانجكتور، البخاخات، البخاخات تعطينا الضوء زي العطرة، هذا يعمل لك زي الفشة يعني، تمام. البخ اللي هنا البومبة اللي داخل يعطيني ضغط، لا أنا مقدره كان يا شباب 50 بي اس اي تقريبا 3 بار داخله بنظم، داخله تخيل ان المنظم هذا خربان، يخلي هنا كم ضغط تقريبا، تخيل انه وصل 70 80 الضغط زياده، ما معنى ذلك؟ انه يعني انه كميه الوقود اللي ادخلها داخل تكون اكثر، اذا هي ما كيف عمليه البحث هنا من اللي هذا اللي داخل معانا الهوز حق البترول هذا هو، طبعا هم يقولوا عملوا جاهز، انا اجي اشوف الضغط حقه، شوفوا انا هو كذا، انا عملوا شباب عملوا حاجه جاهزه، هذا الاويل بريشر وهنا ايش الاكزوز وهنا الفيول بريشر، اجي اشوف الفيول بريشر كم هو الان، شوفوا الان كم هو الان 30 يعني عفوا 3 بار يعني تقريبا 50، نعم 50 بي اس اي، هذا هو الضغط الحقيقي. اذا جيت انا المحرك شغال وجيت شفت انه فوق ال 50 تخيلوا 70 يعني نسبه الوقود مباشره اعرف انه معي خلل في المنظومه، في حاجه اسمها فيول بريشر ريجليتور منظم، المفروض انه اكثر من 50 بي اس اي يرجع لك الثاني، يكون في خلل يجلس يعمل لي ايش؟ زياده، يعمل لي انكريس بالبرشر، انكريس بالبرشر معنى ذلك الوقود يعني يدخل زياده، اذا هذه كلها تربط شوف من الان تبدا تكسر في راسك تختبر على واحده واحده. بس للاسف اللي موجود هنا عندنا يعني محليا كل حاجه يقول لك نجرب نغير البام، نجرب نغير المنظم، نجرب نغير الفخاخات، نجرب نغير البلاكات، نجرب وخلاص وخسرك يعني وصلت 200,000 ولا قلت هذا ما هو السبب؟ السبب الاصلي في هذا هو قله الخبره، قله الخبره وما هو وعدم التشخيص الصح. زي الطب، الطب اذا ما شخص الصح يعني انت ما وصلت ما تنقلش اي شخص. احنا ما هو هذا هذا جزء من عمليه التشخيص، هذا اهم حاجه في المجموع هو ايش؟ كيف يشخص المرض. مثل ما شخص هذا شخص المرض حق وهنا شوفوا ايضا معانا الذي هذا يسموه ركب
هذا المشكلة قد يعمل لي ريتش. شوفوا هنا في حساس هنا اسمه إيرماس البول. شوفوا أمامكم هنا هذا الحساس يسموه إيرماس، يحسب كمية الهواء الداخل إلى الأوبد. هذا الإيرماس يحسب كمية الهواء الداخل للمحرك، في معه معادلة. إذا كان بترول كل قطرة من الوقود تحتاج إلى كم؟ إلى 13.4 قطرات من الهواء. هذه معادلة عامة في الاحتراق، تمام؟ هذا في البترول، تمام؟ هو يحسب دخل هواء الأكسجين. لا، كل وقود معه نسبة في معادلة من الهواء. تمام. إذا نشتري كل مثلا إذا كان معي لتر واحد من الوقود كم يحتاج له هواء لكي يحترق احتراقته؟ 13.4. تمام. فهذا يحسب كمية الهواء ويرسل إشارة للكمبيوتر يقول له دخل هواء مثلا 1 كيلوغرام. كم يحتاج؟ يحتاج كم؟ 13.4 كيلوغرام من الهواء، صح ولا ماشي؟ احنا قلنا هي نسبة بينه. طبعا هذا ما يقدرش محركة البترول، ما يقدرش تعمل هذا الحركة. محركة البترول احنا نتحكم في ايش؟ الهواء بيدخل لنا طبيعي، صح؟ احنا نتحكم بالوقت لانه بيدخل، لانه والبستون النازل اللي تحت ما يعمل صك شفط للهواء، صح؟ دخل الهواء لهنا، هذا يجي يحسبه ما يعمل كم دخل هواء ويرسل له ايش؟ بترول. بالنسبة هذا الذي 1 إلى 13.4، تمام؟ هذا إذا في خلل بدأ يخرب، يعني هيقول بدل ما هو الأصل دخل 14 كيلو هواء هيقول لك دخل 20 هواء، ما يعمل، يبدأ الكمبيوتر يبخ زيادة. طبعا هو قيمة محددة، يبقى نسبة افتراضية محددة، يعني يوصل إلى 20% نسبة حضار. إذا بيقراها وإذا وصل لل 20% يبدأ الكمبيوتر يعرف إن هذا يقول له يسموه خراطة، بدأ إنه يشطح، ما يرسل كود للكمبيوتر يقول له إيرماس يعني في مشكلة، يقول له يطلع على الكود يقول لك إن الإيرماس هذا في مشكلة، يعني اختبره. الله يجي يقول الله الله قد يكون الخلل هذا ما هوش، قد يكون الحساس يقرا صح، بس في معي حاجه يسموها فاكيوم ليك. الفاكيوم ليك يعتبر فاكيوم ليك. لا، شوف هنا البوابه، هذا البوابه، هذا يسموها ثلاجه. انا في معنا ثلاجه هنا كلها هنا. ايوه هنا ثلاجه هنا. هذه يسموها ثلاجه، هي عباره عن انتك مانيفول يجتمع الهواء داخل هذا المكان. تخيل الحساس دائما ان بيجي هنا البوابه وهنا الايرماس قبله، صح؟ اي خلل ثقبه هنا ما يدخل هواء ما يحبه، صح ولا ماشي؟ اذا هذا يعتبر فاكيوم ليك، فيبدا الحساس، صح؟ الحساس بيقرا صح لكن معي خلل بالضبط، صح؟ هيقرا اقل. اذا هذه يبدا معي ليش عملنا هذا الجهاز؟ شفت الساعه الاخيره سميناها فاكيوم بريشر يقيس هذا معي. هذا هو معي، هذا ليش غيرناها؟ انا بالثقبه، شوف هنا الثقبه حقها جبت لها جديده بس معك ثقبه هنا، صح؟ وكان مغطينه يعني بشلك، يعني فيعني كان دائما عنده الرجل هذا مشكله في العيش في البنزين، يعني سير اصرف وجود مش عارف ليش. بالاخير طلع معك ثقب صغير، احنا كبرنا ثقب على سبيل المثال، عشان كان ثقب صغير يعني، تمام؟ لانه اذا كان بهذا الحجم ما يحدث معي، اذا كان بهذا الحجم الار بي ام حتشتغل جدا، حتطفي السياره لا تشتغل، ولا هي ايوه حتكون الادار مرتفع، تمام؟ بس اذا ثقب صغير، بس اذا بهذا الحجم هيؤدي الى انها تنطفى، لانه كميه الوقود حتكون زياده وكميه اذا هنا بدانا حللنا انه الايرماس قد يكون في خطا. يا شباب الفيديو تجربة له يا شباب، ما هو الاختبار اللي اجريه بحيث ان نعرف ان الايرماس هذا صحيح؟ من الساعة الفاكيوم ليك هذا هي قيس الضغط حق الثلاجة، هذا هو. طبعا الفاكيوم ليك هو معاه عدة، انت عارفين انه تقدر تعرف ان حتى ان البطة التيمت انها مفوتة بسبب تعرف انه واحد من البلبات مغلق واصل او مفتوح واصل من الداخلية، تحصل في الباكيوم
دبدبة لأنه بيوصل إلى البستون. تخيل إنه تخيل البستون واحد من البلبات حقه ساقط، يعني ما عاد فيش معك سبرينج، واحد من البلبات ساقط تحت، لأنه المفروض غرفة الاحتراق هذه تكون مغلقة 100% عند شوط الاحتراق 100% مغلقة. تخيل إن واحد من الجهاز فاتح ما بيحركش تماما، صح؟ أتحصل إن الضغط لو ما يوصل عند البستون هذا إيش يرجع، إن الضغط ينهار الضغط، صح؟ إذا بتحصل إن الساعة هذا تطلع وترجع. تعرف إنه واحد من الضغط ماله ساقط، أو يعني فيه مشكلة، إما مغلق أو مفتوح، إما مغلق أو مفتوح من هنا. أيضا تعرف حتى من الضغط شوفوا أنا ليش عمل لك لون أحمر هنا؟ قدو في منطقة الخطر، يعني قدو في منطقة إنه أقل البكيوم لي إذا كان أكثر من هذا القيمة يؤدي إلى أي انطفاء المحرك. طبعا البكيوم ليك هذا من لو جيت بسر ولا ما مكتوب هنا يقول لك هنا انه ايش انه معك يعني تفويت في سن، يعني ان البطه مقدمه سن ولا مؤخره سن، هنا كاتب لك كل البيانات بطيء، تعرف حتى من البكيوم ليك هذا من افضل الاجهزه التشخيصيه الذي هو البكيوم جيج، افضل الاجهزه التشخيصيه للمحرك. اذا تقدم سن السبب انصدام لا سن ماشي سنين ثلاث سنان، إذا ثلاث سنين يدب على طول، هذا هو المحرك. هذا التيم هذا التيم اللي هنا بتشوفه الآن، أيوة محرك قديم يعني، ها هذا لا هذا 2010 هذا يرس 2010. هذا اللي أمامكم، ما هي المشكلة؟ هذه تشوف السبرنجات هذا مع هذا البلبات، صح؟ الكامات هذا عمود الكام، هذا للخروج وهذا للدخول، الانتك وهذا اكزوست، تمام؟ بينهن تايمينج العمود، المفروض العمود الكرين ضروري انه يدور بنفس بزاويه متناسبه مع هذا، اذا يعني زاد سن او نقص سن مش معنى ان البستون عادي، لانه عاد باقي سماحيه، في حاجه اسمها كليرانس. شوفوها البستون الان في على نقطه بس باقي كليرانس صغير، هذه المسافة الصغيرة هي اللي تسمح لك ان سن تفوت ما يدبش، بس إذا زاد فوت أكثر من سن سنين ثلاث يعطب آلات إذا قد يعني التفويت أكثر من سنين يعطب على طول، يعطب آلات. هذه الوالات معكم أنا، والات أنا جاهزة يا شباب، أنا أشوفه في المحرك هذا. أبوش مهندس بعديش يا عمد سيد ما خارج بعض المحركات سيد الآن هذا ضوء يعني إيش ليش بيعملوا بطة؟ ليش بيعملوا سلسلة؟ وليش يعملوا سلسلات مع المحركات التي العزم حقها كبير جدا؟ ما هو؟ الديزل. المحركات اللي هي مثلا الديزل انجن، يعني العزم حقها كبير، احتاج له ترس مع ترس. تقول عزم كبير، لو عمل بطة ولا عمل سلسلة تقطع على طول، صح؟ المحرك الذي لا بأس بالنص الوسط ما يعمل له سلسلة، المحرك اللي هو العزم حقه ضعيف كله هذا كله تقليل تكاليف، ما مش أي فائدة، بس درجة موافقة بين البطة والإنجن كلها مثل ما أنا معك إشارة، شوف الإشارة هنا أنا مكتوب معي زيرو، هذا الزيرو عند التوب سيت سنتر، يعني البستون في أعلى نقطة عندما هذا الإشارة مع هذا الإشارة تتوافق معايا، وهنا شوف هذه إشارة مع هذا الإشارة يجي مع السنتر، ضروري إن أنا أجل السن، أيوة هذه يسموها علامات جي أن تركب، ضروري إن تجلسها عبر إيش؟ مخطط يعني من الشركة، تمام. طبعا أدي لكم معلومة الحين الحركة بعد 2020 ما عاد فيش حاجة اسمها سلسلة ولا ما فيش حتى عمود كامل الكتروني، ما عاد فيش حتى عمود كامل يعني ما الكتروني الان كلها دحين، يعني المحركات الحديثة التي عاد تخرج للأرض الواقع ما يا شباب. أنا ليش أحتاج الدم هذا؟ إنه يفتح لي الفولت صمام الدخول صح؟ عشان يعملوا سولونويد مو زي هذا سولونويد هذا سولونويد هذا يسمى سولونويد هذا بس حق خريطة نشر اللي حق الشويتر تكتات كتات شوف كتات يجي يعمله فوق البسطول أول ما يجي إشارة من الكمبيوتر يفتح وهذا الشكل ألغوا البطة وألغوا الكام
والقوا كل حاجه هذا وتفادوا انصدام الوضع عقدوا من المنظومه اصبحت المنظومه كل شريط حساسات الى اخره حساس هو الان دحين هذا حساس هذا يسموه حساس الكريم الكامل مثل ما تحت معنا حساس ميكانيكي حساس الكريم وكيف كيف الجهاز اللي امامكم هذا كيف يعرف ان البطان مقوم هو يجي يغوى في جل حساس حتى له حساس هنا يجي معك اين الحساس حقه هنا شوف هذا هو هذا مكانه يحدد في اي شوك هذا ايوه هذا الحساس حساس الكام عفوا الكرين لانه بيقيس الكرين سرعه الكرين وهنا يجي حساس اخر يسموه حساس الكام لانه بيقيس سرعه الكام معي الكمبيوتر معه نسبه داخل يقول له عندما ايوه يقول له عندما تكون الزاويه صفر المفروض ان الزاويه هنا تكون 30 مثلا يعني ان بستون رقم واحد يعلن وطالب معناه يحدد الموقع بستون ولا ايه ايوه اذا جت اذا قراءه حساس الكام اختلفت مع قراءه حساس الكريم يطلع لك كود يقول لك ان البطه هذه بيكون ريكتريشن يقول لك ان البطه هذه بوده قد يكون الخلل من عيش قد يكون الخلل من عيش يا شباب اما ان يكون الخلل فعلا انه في تبويج او يكون الخلل الاخر ان واحد ما حسس بقراءه غلط اوكي ايوه مهندس كلمه اخيره يا باشمهندس لك انت شخصيا يعني المهندس عرفنا في للعالم ايش معنى اليمن وايش تجاوز المعوقات يعني طبعا بننشر الفيديو على قناتي باليوتيوب بعد اذنك يعني استاذنك تعرفنا تعرف الناس بنول تكلم ما عرفت حد اسمك انا المهندس هاني عنيش كنت محيط انا في الكليه يعني جيت 3 سنوات بعدين دخلت مع شركه تركات وحاليا بشتغل في العراق يعني شهرين هنا يعني عملنا المشروع هذا ان شاء الله انه يوفقوا به جميع طلاب كليه الهندسه الطلاب سواء ميكاترونيك او كهرباء او حتى ميكانيك كلهم يحتاجوا المعمل هذا لانه كل التكنولوجيا موجوده داخله احنا بنحاول نطوره الى ان نوصل الى اخر محركات وصلت لأن المحرك الآن ما هو عبارة إنه هو يعني أصحاب الميكانيك يهتمون لا هو كله الآن كهرباء دمج الآن دمج ليش عملنا سيارة الهايبرد هذا إنه يحتاجوا أصحاب الكهرباء يحتاجوا أصحاب الميكانيك الإلكترونيك كلها عبارة عن حساسات ما عاد فيش حاجة اسمها ميكانيك المحركات الحديثة أصبح كلها كهرباء هذه مواكبة وإحنا نتمنى يعني إن شاء الله نستفيد جميع الطلاب من هذا واحنا سعينا كلنا يعني بدأنا من الصفر وبعقول الشباب ما شاء الله يعني انجزوا كل حاجه احنا كنا لامشين اشرفنا معاهم يعني وهم كلهم انجزوا كل حاجه ما حد ولا حد عليه فضل الفضل كله للشباب اللي اشتغلوا على شكرا على مجهودك الرائع ونشكركم جميعا على استضافه قناه بروفيشنال انجينيرنج وورك منصه تعليميه وان شاء الله نكون ممنونين لكم يقدر الآن الطالب يجي يتدرب عليه على طول بدل ما يروح لعند الحساس نفسه يجي لهنا يبدأ يقرأ مقاومة الحساس الفردية حق الحساس ويجي يطبي واحد من السويتشات شكل واحد من السويتشات على طول يعني واضح وايضا هنا هو الشاشة الدي ال سي بيتكلم عليها زميلنا هيثم شاشة الدي ال سي هذه الشاشة تقرا جميع البيانات المختصة بالمحرك ايضا منظومة حماية لحماية المحرك لفترة اطول يمكن عرض البيانات للمحرك التي تظهر بداخله مع السرعة الـ RPM engine speed مع معنا لو ينفع
البريشر بس الان المحرك طافي يظهر لي جميع القراءات ضغط الزيت الان بدا يظهر لي كم ضغط الزيت عند سرعه ار بي ام هي تركب في المولدات اللي مولدات مثل البنكنز ولا ديتوز ولا غيرها من المولدات دويتس كمينز دويتس لذلك هذا المحرك هو حق سيارة جيب لذلك الكان اللي يولد ريلس لك اللي تقوم بنقل المعلومات والبيانات اللي للشاشة ما رضيش تعرفك لذلك احنا استخدمنا طريقة أخرى من هنا شبكنا الحساسات بشكل مباشر شبكنا الحساسات مثل حساس الحرارة شبكنا الشاشة حساس الليل بشكل مباشر للشاشة وتقرأ لك تقول لك البلاية هي كانت المعوقة الوحيد فقط انه كان حق المحرك ما رضيش يتعرف على الشاشة هذا اللي كان المعوقة الوحيد طبعا هذا اللي هو الاكزوست حق الغازز اللي هي الغازات العادم سوينا له فالف بحيث انك تسده جد جرب يعني الباك بريشر ما يسمى بالباك بريشر اللي هو رجوع غازات العادم الى المحرك ما يسمى بالباك بريشر وهذا سويتش اللي تعرف انه المفتوح ولا مغلق اون اوف اذا غلقت هكذا يتفاهم من لوحه التحكم من هناك ان الاشاره انه مفتوح الباب ولا مغلق هذا يعني تعليم للطلاب يختبروا تجربة اللي هو الباك فريشر المشاريع القادمة للطلاب انه يسووا جهاز دينو ممتع الجهاز هذا يقيس لك الباور حق الخارجة من المحرك يقيس لك الباور بحيث انه اذا معك باك فريشر ولا ميس فايرينج ولا يعني يجيبوا التجارب هذه يعكسوها على ايش على الباور الخارجة من المحرك جهاز يركب على اللي هو دينو ممتع بحيث يقيس لك الباور حق المحرك كم هو الباور وايضا الاجزاء حق الفيول كونسمشن اللي هو استهلاك كم يستهلك المحرك فيه مثلا اذا انت جيت غلقت اللي هو الغازات العادم خليتها ترجع للمحرك جيت تقيس كم الفيول كونسمشن حق المحرك كم استهلك وكم ارتفع في درجه الحراره طيب طبعا احنا دفعه الميكانيكا سنه خامسه كان مشروع تخرجنا هذا اليوم في معمل التراك الداخلي سوينا نظام تحكم ومراقبه وحمايه للمحرك دفعه الميكانيكا يعني مشروع للطلاب بعدنا يعني مكانه تعليمي تعليمي دائما خرجنا المناول حق المحرك المناول اللي هي الواير دياجرام التتبع ممتنه انه يتبع الطالب يجي يتبع اللي هي الضفيره حق المحرك بشكل عام يعني تبع من وعكسنا هذا اللي هي المخططات على الواقع الطالب يعني سهوله للطالب انه يتعلم بدل ما يروح عند الحساس نفسه ولا يقول الحساس هذا قدامه يجي يتابع من هذا الوايرنج دياجرام حقه الحساس يجي يتابع يمشي ويجي من هنا يشوف اللي هو الحساس قدامه اي حساس اي مشكله يعني يتعرض لها المحرك فهنا مع المخططات كامل هو يعرف ايش العطل يتبع من كامل عن طريق المناول. وكل شيء القراءات كيف ياتي؟ حقهم معنا شاشه امامنا شاشه تعرف هذا المحرك وايضا معنا انها يجيب لنا اذا في اي اخطاء او مشاكل يتعرض المحرك انها مهمه عن الشاشه. هذا وايضا قراءه المعلم وإضافة منظومة التحكم لأي منظومة لم تحتوي على البروتكشن سيستم يحافظ على عمر المحرك لفترة أطول لحمايته. كان إضافة يعني حساسات ضغط الزيت وضغط الحرارة والليفل لمستوى الماء هذا أي منظومة بروتكشن لابد أنك تحافظ على منظومة الزيت منظومة التبريد لأي محرك يوجد لحماية الفترة أطول وهذا معنى أيضا ضفنا احنا ساعات القياس التي تعرض لنا الضغط الوتر بريشر للانتيك نقول بريشر دليفري فيول بريشر للاكزوست باك بريشر كافة البيانات للمحرك تكون ظاهرة السويتشات يعني بشكل مختصر انه عندنا اقامه الاختبارات على منظومه التحكم عن طريق الشاشه التحكم يمكن لي فصل اندكتور و
هو اختبار المحرك. اذا يعني العزل مثلا اذا معي واحد من الانجكترات طافي او كذا انا جبت درجه طفي وبصير هل اثر على المحرك ام يعني او فعندنا احاول احنا نسوي نضمن جميع البيانات على الشاشه هذه ليتم اخذ المعلومات بسهوله ولكي يستطيع الباحث او الدارس اخذ البيانات بسهوله وفهمها لا يحتاج الى كثير من جهودنا الى هذا. نشكركم على جهودكم يعني مجهودكم العالي. شرفنا حضورك يا باشمهندس وتحياتي لكم. تسلم يا باشمهندس. وايضا معنا المحرك الثاني اللي هو دفعه هذا المحرك الثاني اللي هو المحرك هايبرد اللي يعمل بالنظام الكهربائي ويعني تكلم عنه يعني نفس النظام التحكم حقنا تقدر يعني نظام التحكم بالحساسات كامل. هذا اللي هو الكمبيوتر حق النظام الهاي والكمبيوتر حق المحرك نفسه. الان النظام يعني نظام الهايبرد يعني معناته انه معك بترول معك كهرباء وهذا الخلايا حق البطاريات خلايا الكهرباء من الشحن يعني هذا المهندس بعض العمل بشكل افضل معنا اثنين كمبيوترات اساسيه هي وحده تحكم الكمبيوتر الخاص بالهايبرد نظام الهايبرد في معنى الكمبيوتر الخاص بالمحرك الموجود طبعا هذا عشان يكون معمل تعليمي مهم بعد التجارب مثلا ادفع صوتك تطفي او تشغل تمام اي قطع من هذه من الحساسات او المحركات تشوف تاثيرها على المحرك بشكل عام تمام. هنا تقدر تعمل قياسات طبعا في الاشارات الكهربائيه اللي موجوده هنا هناك جهاز مسكوب اللي هو خاص بقياس الاشارات الكهربائيه. مثلا في معك هذه اللي هي اكزاست باك بريشر مثلا لما تجي لهنا هذا اللي على العادم لما تجي تغلق مثلا تغلق جزء منه حط ما قبل الصمام يزداد صح؟ تشوف يعني كم مقدار الضغط الباك بريشر او الضغط الراجع ومعظم الضغط في ضغط الوقود بعد ما يجي لنا الخزان الوقود للحرك بالنسبه لهذا اللي هو هذا الوصل اللي تستخدم تحكم احصائي في عده انواع اليوم تستخدم هذا مباشره توصل هذا الجهاز الكمبيوتر تختار نوع المحرك تقييم هذا المتغير تمام. وفي برضه معك واجهه انك تطلع الاخطاء اللي موجوده بالمحرك تمام. بحيث انه تطلع الاخطاء تحاول تصلحها ترجع تمسح الاكواد تشغل من جديد. هذا جهاز الفحص حق الكمبيوتر عشان تقدر تختبر من البحث الأساسية الحسابات اللي موجودة لها يعني تقال إلى أن تأخذ قطع معك تقال معك كيف هذه صالحة ولا لا.
يلا كمل كمل هذا احنا قلنا هو هايبر تمام يعني المعجزين هذا محرك النقود ومحرك البترول تمام هذا محرك المحرك الكهربائي تمام لما تشغل السيارة أساسا تشتغل على المحرك الكهربائي فكنا حتى يكون واضح للطالب او المتعلم يعني ايش يحدث داخليا انه مثلا عندما تشرح له الان هي مصمته ما يعرف ايش يحدث داخليا احنا حاولنا نحن نقوم داخل فوق لوحة مثلا فرضا على سبيل المثال هذا هي عبارة عن الكويل اللي بتكون فيها البلاك طبعا ايضا في معها البخاخات كل الحساسات اللي مرتبطة بطفيلة السيارة معاكم ايضا كل المرتبطة بالكمبيوتر يعني الطالب لما يجي مثلا تشرح له تقول فرضا هذا على سبيل المثال هذا حساس النك سنسر اللي حساس الطرف يعني يقيس كم الطرف المحرك يجي مثلا كل طالب مثلا يحصى حساس بالنسبة لا عند الكمبيوتر ياخذ القراءة يكون يعني عنده صورة واضحة شخصي للطلاب يعني ما بش اي دعم ما من اليمن الكهرباء شركة اليمن هي اللي دعمتنا تقبلت الدعم على اساس يمنع حتى ولو جينا الدعم ما مش عمل ما قال المخرج الجهود يعني المهندس هاني محتاج يعني المهندس هاني اليس الذي كان له الدور الكبير والبارز فيك يعني في ساعه طبعا المهندس هاني هو كان نشكركم على مجهودكم الزملاء في جامعة صنعاء كلية الهندسة اسمحوا لنا نبث هذا على قناتي في يوتيوب الهندسة الاحترافية تمام وإن شاء الله برضو هي تعليمية أنا من 2013 بحاول أن أعمل على منصة تعليمية على يوتيوب تمام وإن شاء الله نحن نتابع كل شيء شرفنا حضورك يا باشمهندس وبين كان أي شخص إنه يقدر يشتي يتعلم أو يفتح تجربة أو يتنجم في هذا المعمل يرحب طبعا هذا المعمل هذا يعتبر خطوة مبدئية من ابتداء المعمل نحن نحاول نشوف
على سبيل المثال يمكن احنا نضيف تبريد لطيف للغرفة بشكل عام، لان مثلا هذا البريوس في معك الانفرتر هذا يخرج لك 220 فولت متردد، وايضا معك تيار اللي هي مستمر المتردد ممكن انك تستغله في عملية عين تخفيف تعرف يعني الوقفات تشتغل على رجيم 220 فولت. ايضا نستطيع ان نعمل جاز انلايزر، وهذا مهم جدا اصحاب الشركات وايضا مثلا شركة الرمل حتى تستمر جودة البترول رديئة أو جيدة عن طريق تجد شراء أنها نعمل يضيقها وإضافة للمعامل وإضافة في معك الأرائم يعني هذا هو العمود الذي ممكن نحن مثلا تلقوه أنا بينما يكون معك أنا جهاز طبعا في الواقع العملي أنت تستخدم هذا الجهاز كيف تضبط لك تزامن يعني ربط المحاول مع بعضها البعض، وأيضا يقدر يحطه في جنريتر ويولد لنا مثلا كهرباء يمكن